بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. دايما قبل المباريات المهمة بتلاقوا بلبلة بتحصل دايما. خلال الفترة اللي فاتت وأنا دايما بقول لحضراتكم أو دايما بتكلم مع حضراتكم بخصوص هذه الأمور، بلبلة يعني إيه؟ بلبلة يعني النادي الأهلي ماشي بخطة جيدة، تم إبرام صفقات بداية من شهر يناير، وأنا دايما لما أجي أتكلم مع حضراتكم هقول هذا الكلام، بداية من شهر يناير وحتى الآن تم إبرام صفقات عايزها الجهاز الفني، بيطالب بها الجهاز الفني، وبالتالي تم إبرام صفقات في يناير السابق ثم شهر الحالي. الناس كلها لما شافت الصفقات وشافت قد إيه النادي الأهلي مؤثر، قد إيه النادي الأهلي فريقه كان قوي أصبح قوي جدا الحقيقة يعني، وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، عندك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، عندك مجموعة رائعة من في الجهاز الفني، عندك مجلس إدارة يقف خلف فريقه. وبالمناسبة أنا برضو كل شوية هقول لحضراتكم هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا، ودايما الكلام ده ما بيطلعش إلا قبل الماتشات المهمة. يعني ليه ما طلعش الكلام اللي أنا هقوله لكم دلوقتي أو الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي إلا قبل ماتش بيراميدز؟ ما طلعش ليه قبل ماتش يطلع بره مثلا؟ هو ليه الكلام ده أو الموضوع ده اتفتح دلوقتي أو امبارح أو أول امبارح أو أول امبارح؟ فجأة تلاقي يقولك إيه؟ أصل رامون دياز عمل فولو أو متابعة للحساب الرسمي للنادي الأهلي. أصل إيميليانو دياز ابن رامون دياز اللي هو دايما أو دراعه اليمين يعني عمل متابعة لحساب النادي الأهلي. طب ده معناه إيه؟ مش فاهم. أي واحد في العالم من حقه إن هو يعمل متابعة أو فولو لحساب النادي الأهلي. الأهلي نادي عالمي يا جماعة، دايما بنتكلم مع حضراتكم بمنتهى المنطقية وما بنحبش نأفور المواضيع، لكن احنا دايما بنتكلم بمنتهى الموضوعية. اشمعنا الثلاث أيام اللي فاتوا؟ خلينا نفكر مع بعض وأنا وحضراتكم موجودين، خلينا نفكر مع بعض، اشمعنا الثلاث أيام اللي فاتوا؟ اشمعنا قبل ماتش بيراميدز؟ حاجة غريبة ولا مش حاجة غريبة؟ فجأة من ثلاث أيام حاجة غير طبيعية، خلخلة غير طبيعية في النادي الأهلي، الناس عايزة تعمل خلخلة داخل النادي الأهلي، ولكن احنا عندنا جهاز فني وجهاز إداري محترم الحقيقة، قافلين على لاعبتهم ودايما بيتكلموا مع لاعبتهم، وعندنا لعيبة كبار جدا الحقيقة وعارفين المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال الفترة القادمة، مش مباراة بيراميدز بس، بس كرة القدم يا جماعة. ودايما الناس بتقعد تقول لي إسلام أنت كل شوية بتقول الكلام ده أو كل شوية بتقول إن كرة القدم مكسب وخسارة وتعادل، أو نتائج دائما كرة القدم بتبقى مكسب وخسارة وتعادل، بكرة مفيش تعادل، بكرة يا مكسب يا خسارة. هي دي كرة القدم، وهو ده اللي احنا دايما متعودين عليه في النادي الأهلي أو في الرياضة عموما، إن كرة القدم فيها مكسب وخسارة وتعادل، بكرة مفيش تعادل، بكرة يا مكسب يا خسارة وخروج من الكاس. فالقصة كلها إيه؟ إن البعض بيشوف إن النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة، إبرام تعاقدات قوية جدا. اللي عندك مش عارف أقول مين البديل ومين الأساسي، أنا يعني أنا لما بيجي حد دلوقتي يقول لي إيه؟ توقع تشكيل النادي الأهلي. أنا بتوقع بناءً على فكر المدرب، لكن أنا لو فكر المدرب مختلف هتلاقي ممكن 11 لعيب تاني مختلفين موجودين في بيلعبوا بشكل أساسي. المستوى الفني عندنا داخل النادي الأهلي بيسمح بكده، بيسمح إن أنت لما تيجي تتكلم، أنا لسه كنت بتكلم مع زمايلي بقول لهم يا جماعة يعني أنت فريق قوي وعندك جهاز فني قوي، وبالتالي الفريق القوي ده بيضم 25 لاعب، هنختار مين؟ نغمض كده ونختار. حضراتكم كجمهور نفس الكلام، بنغمض كده وبنختار اللعيبة، بتلاقوا اللاعبين اللي بيلعبوا أو بيمثلوا النادي الأهلي بيبقوا كويسين، أو ال 25 اللي اختارهم الجهاز الفني وبناء عليه تم إبرام بعض التعاقدات من مجلس الإدارة بناء على الجهاز الفني أو رؤية الجهاز الفني، فتم إبرام التعاقدات في الصيف 3-4 تعاقدات، في الشتاء 7-8-9 زي ما كان. لو كان الجهاز الفني عايز 10 لعيبة كانوا هيجيبوا له 10 لعيبة، لكن هو الجهاز الفني قال لك أنا مش محتاج لعيبة تاني إلا إذا حصل جديد خلال الفترة اللي جاية. فدايما اللي أنا بقوله مع حضراتكم أو اللي أنا بتكلمه مع حضراتكم
هو ليه دلوقتي؟ ليه في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول تحديدا قال لك رامون دياز بيتابع النادي الاهلي او بيتابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي، وابنه ايميليانو دياز بيتابع النادي الاهلي، مدرب كبير وله سمعته وله نجاحاته في كل الانديه اللي اتمرن فيها او كل الانديه اللي مسك فيها، ولكن النادي الاهلي مستقر فنيا. النادي الاهلي عنده مجموعه رائعه من اللاعبين، عنده مجموعه جيده من الجهاز الفني، عنده مجلس اداره بيساند واقف ورا الجميع اهو، واقف ورا كلهم، ورا مجلس ورا الجهاز الفني وورا اللاعبين. والكل عارف سياسه الاهلي، ما فيش ماتش بيستنى ماتش، يعني مش النادي الاهلي دايما. وفكروني حصلت في ايام كانت صعبه جدا ومش عايز افكر حضراتكم بيها، ولكن سياسه النادي الاهلي اللي هي 90 95% ان انت بتدي فرصه كامله للمدير الفني مهما كان. انا طبعا مش المفروض ان انا اتكلم في الكلام ده دلوقتي، مش المفروض ان انا اتكلم مع حضراتكم في الكلام ده دلوقتي، ولكن الثلاث اربع ايام اللي فاتوا حاجات غريبه جدا وكلام غريب، تحس كده ان في حمله ممنهجه فجاه طلعت، فجاه الكل بيتكلم، فجاه بيقول لك اصل ماتش بيراميدز مش عارف ايه، وفجاه دياز بيعمل فولو للحساب الرسمي للنادي الاهلي. طب ما هو عمل من قبل كده فولو للحساب الرسمي لانديه اخرى، وعمل للنادي الاهلي قبل كده. معناه ايه الكلام ده يا جماعه؟ الكلام اللي احنا عمالين نسمعه وبيدور بقاله 3 4 ايام ده، انا من وجهه نظري انا ما اعرفش معلومه تانية عشان اقولها لحضراتكم، انا لو اعرف معلومه تانية على الاقل هوصلها لكم، لكن انا المعلومه اللي عندي واللي انا عارفها ان احنا او الناس هنا داخل النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي دائما عندما يفكر بيفكر بسياسه، سياسه عامه، حاجه كبيره، ما بيستناش يبص لمباراه او لكذا او لكذا او لكذا، لا، هناك مشرف عام على كره القدم هو اللي له كل الصلاحيات ان هو يرتب الامور كيفما شاء. وهو مين المشرف على كره القدم يا جماعه؟ حد يقول لي كده، مين المشرف، مين اسمه ايه كده؟ حد يقول لي، فاكرين ولا مش فاكرين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ انا بتكلم على واحد من اساطير كره القدم في مصر وافريقيا. انا ما بتكلمش على رئيس النادي الاهلي بالمناسبه، انا دلوقتي بتكلم على واحد من اساطير كره القدم في مصر وافريقيا وفي العالم العربي، مش انا اللي بقول الكلام ده ومش بطبل، لا، انا بقول الكلام اللي افريقيا كلها بتقوله، اللي الاتحاد الافريقي بيقوله، اللي المنطقه العربيه كلها بتقوله. وبالتالي هو ادرى بظروف معينه بتحصل جوه الفرقه. انا قررت ان انا اطلع اتكلم مع حضراتكم الكلام ده النهارده، لاني بقول لحضراتكم بقالي 3 ايام تحديدا خلاص، وانا هقولها لكم بمنتهى الصراحه، اصل لاسارتي هيمشي، بيتقال كده يعني عشان ما حدش ياخدها على لسانه ويقطعها ويعملها، بيتقال كده، ولكن الحقيقه ان هناك ثقه كامله في مجلس او في الجهاز الفني للنادي الاهلي ودعم كامل، بدليل كان هناك بعض الامور داخل الفريق خلال الفترة اللي فاتت لم يتم الكشف عنها، وانا هقول لحضراتكم امثلة، مش هقول لحضراتكم بالاسماء، ولكن كل ما طلبه الجهاز الفني او